يلا بسرعه بسرعه يلا مدرسه 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 يلا ايش لابسه نفنوف عرس لابسه حق المدرسه يلا بسرعه دانا كويك كويك تعرفون احساس لما تشترون ميك اب جديد وعلى طول تبون تجربونه فانا بسرعه بسرعه حطيت الميك اب على وجهي جربت البروشز وحتى شعري ما حطيت بلاش عدل بس عشان اجرب الفرشة الجديدة سموكي اليوم حتى ما ادري اذا ضبطت رموشي ولا لا المهم هذه اخر مرة احط ميك اب هالاسبوع لان باكر راح اروح اسوي تقشير واسبوع كامل ماكو ميك اب فقلت خل استانس درس السباحة رحين حاسة ان فيني تحلطم كل لما اشرب قهوتي احس اني بتحلطم وش رايكم افضفض ليش اليوم اذا ثنتين بتخصص واحد او انه يشتغلون بنفس المجال يصيرون اعداء بعض خصوصا مع السوشيال ميديا والانستغرام وغيره يمكن ما ينطبق على الجميع في بنات علاقتهم زينة مع الكل في بنات والنعم فيهم بس في ناس وايد مصدقين عمرهم يعني أنا بعيوني شفت ناس ما تسوي فولو ما تسوي لايك تدش تطمش على اللي قاعدة تسوينه تحكي فيك من وراك بعدين تشوفك بمكان وتسوي نفسها ما تعرفك ولا تسلم عليك إيش دعوة كلها علشان أنتوا الاثنين نفس المجال يعني ما راح تأخذ من جمهورك ولا راح تأخذ منك متابعينك كل شخص لمتابعينه وكل شخص لجمهوره وكل وفي ناس لا والله والنعم يعني أنا قبل فترة واحدة كتبت لي عن الأخت صيت المخيال والنعم فيها والله البنت أنا ما أعرفها والأمانة ولا مرة التقيت فيها ولا لكن بالكلمة الطيبة اللي قالتها عني بسناب واللي وصلوها لي الناس عرفت البنت عرفتها من طيبها وعرفتها من ذوقها ومن أخلاقها فأختي الغالية صيتة المخيال مشكورة على الكلام الحلو اللي قلتي وصلوا لي يا البنات وما قصرتي ويا رب نلتقي قريب وعظم الله أجرك بوفاة الوالدة تقولوا لي فسخي النظارة خلينا نشوف الميك اب شو تشوفون عرس عرس ميك اب شي خرابيط حاطتها كذي بس أجرب البرش الجديدة قاعد ينزل علي مطر وانا قاعده برا ما ادري ما يبين معاكم لانه رذاذ رذاذ المهم اللي كنت حابه اقوله بس خفوا علينا شوي يعني ترى ما فيها شيء نحب بعض ونتعرف على بعض ونشجع بعض كل واحده لها ناسها كل واحده لها متابع بس دائما اقول يوم مع السوشيال ميديا القمه لم تعد مدببه بل مسطحه يعني تكفينا كلنا اليوم لو بسوي استفتاء منو أحسن شخص عندك بالسوشيال ميديا كل شخص بيعطيني اسم يعني في ناس بتقول نهى في ناس بتقول غير نهى مو كل الناس راح تجمع علي ولا على غيري والله أقلل احترامك أو أطقك أو أحاربك أو أتكلم عنك من وراك بس لأنك أنت وأنا نفس المجال مو قبول مو من أخلاقيات المهنة يعني ني حق موضوع الشعر وايد ناس قاعد تقول لي نهى ليش ما رديتي تكتبين شعر وليش هديتي الساحة الشعبية وكنتي شاعرة وكنتي مدري شنو من هالكلام أنا تركت الساحة الشعبية لأني حوربت فيها بما يكفي يعني حوربت بكل شيء ممكن تتخيلونه حاربوني وغلطوا في أخلاقي في كتاباتي في مصداقيتي في أشياء كثيرة الطريقة اللي حوربت فيها ما كانت يعني أكثر من أنه صحفي يقابلني ونسوي محاورة شعرية بيني وبينه أتفاجأ فيه أنه منزل أبياتي مكسرة ويقول أنها كسرت أكثر من كذي وأنا عرف إلى شعراء يعني مدعين شعر يألفون ويطلعون أكاذيب وأقاويل إني أشتري شعر أنا إذا عندي فلوس أروح أشتري لوبوتان ما أشتري شعر لأنك أحد يشتري السكسوكة أقصيدة أحد يشتريها والله العظيم صدق أحد يشتري شيء مينونة مينونة أشتري تيشيرت من زارة ومرة واحد من الشعراء الله يسامحه أذكره بالخير طلع بلقاء تلفزيون يقول أنا أكتب حق نهى نبي القصيدة طبعا هو بس علشان يبي ينشهر يعني قال الاسم ولما خليت المحامي يكلمه خق واعتذر وحش يسوي معهم هذيل أيبا أنا أكتب شعر
كتاباتي مبين فيها شخصيتي. الحين عقب ما عرفت شخصيتي تعرفون ايش كثر انا خبلة يطلع مني هالسؤال. اني اعتزلت الساحة الشعبية بلا رجعة لانها ضرتني وازعجتني، والله يسامح. الحين احتفظ بكتاباتي لنفسي او انزلهم بانستغرام وسناب شات وتويتر. خلصوا لي يا خال. ببوسي شرينا لها تاج إلسا وتراتشي إلسا، وياليتنا ما سويناها لأن لكم يا جماعة نفتح المجال حق ببوسي. ببوسي على فكرة اسم الدلع حق دانا، لأن قبل كل أقول لها ببوسج 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 ببوسج. Why do you love Frozen? Cause I love Shopkins and Frozen. What's your favorite food that mommy makes? Waffles. Best? And cereal. راسك ما اشوف الايفون. See, do you love America or you want to go back to Kuwait? I want to go back to Kuwait to see Dada and Do you miss Nova? I want to go to Nova's house. Do you miss Nasser? Who do you miss? Do you want to say I miss you, Nasser? I miss you, Nasser. See, what do you know in Arabic? شلونك اخبارك؟ شلونك اخبارك؟ الحمد لله. يا جماعة هذا ما حد يبي يسأله سؤال؟ ما حد يبي يعبر هذا؟ وي 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 I just made this because I'm a princess. ما شاء الله you're a princess. يا جماعة هذه هي نهاية حلقتنا لليوم. أنا وليهان وشوف هذا شوي تعلطم لأن باكر عندي قاعدة من الصبح تقشير حق بشرتي عن طبيب جميل. المهم التقشير اللي بجربه باكر شوي نوعه أقوى من كل مرة، إن شاء الله يجيب نتيجة زينة لأن عندي للحين آثار حبوب راح تكونوا معي إن شاء الله.